السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة اعمل حاجة لله، حاجة لله ادي عيش فينو اهو، بسم الله ما شاء الله، عيش فينو وادي خيار مقطعة طرنشات وادي كفتة وصدق وكبدة وادي معايا الكزبرة وببركة وبتاع ده قرفة وكمون وجنزبيل وملح وفلفل اسود، ومعايا البصل يا حبايب قلب اهو، ومعايا فلفل اخضر اهو وليمونه. كله ده هعمله وهتشوفوني بعمل ايه عشان هطلع الاكله دي لله الجامع. ما تنسوش ربنا يا جماعه، كملوها اللي معهوش على قد ما يقدر. انا جايبه ايه، حاجات اهي، ربع 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 سجق وكفته وكبده، ربع ربع بس. انا ان شاء الله هكترهم بالبصله والكلام ده، لازم الغلبان ياكل والفقير ياكل على قد ما تقدروا. ان شاء الله بطاطس تحشوها، ان شاء الله اي حاجه تطلعوا، ما تنسوش ربنا. وكل سنه وانتم طيبين. راجع حبايب قلبي، انا معايا الحله كنت عامله فيها حته سمنه بلدي مكان العجين، وهعمل فيها البصله. وبصوا هحط زيت كمان. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم كده حبايب قلبي، البصلة اهي هحطها اهي، بسم الله كده. ادي البصلة بتاعتنا اهي، الحلة كبيرة وكل حاجة، بس عشان بكنها سمنة بلدي قلت اعمل كده وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، احط ورقتين اللولو عشان ايه يدي ريحه وطعم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، هيتحمص وهيتكسر في السمنه في الزيت. حته التومه يا حبايب قلبي، حبايب قلبي الفلفل والكمون والكزبرة والملح والشطة اهو زي ما انتوا شايفين. واحط ايه، الفلفل القرون زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كل التوابل على بعض اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. الله، ريحتها تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله. الناس الغلابة تاكل، بسم الله ما شاء الله، الف هنا والشفا يا رب. ما تروح ما يصير يمل، يعني قلبي بيرقص من عشان لما بطلع حاجة زي دي بفرح، بفرح قوي قوي. حتى لو معاكم 5 جنيه تقسموا، حتى تخلوا حتى 2 جنيه في البيت وتطلعوا بالباقي، بال3 جنيه تأكلوا الناس حرام. إن شاء الله شوية عدس، فتة، شوربة، أي حاجة، فتة بشوربة في شوية علب كده هترضي البني آدم، أي حاجة ترضي 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 الغلابة برضه اللي معاها، أي حاجة يعني اللي يقدر على حاجة يعملها وخلاص، نرضي ربنا. ودي بسم الله ما شاء الله، هحط الكفتة والكبدة والسجق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ادي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، ريحتها تحفه تحفه. برضو ايه، نص ليمونه يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين، نص ليمونه والنص التاني واقع اهو، هحطه حلو قوي، بيدي مزازه وطعم وريحه. هي بتزحلق مني معلش، اهو
طبعا حبايب قلبي الليمون بقشره اهو حطيته، بيعمل ريحه وطعم جميل جدا جدا. انا مجرباها الاكله دي ممتازه، ولا تقطيع ولا اي حاجه، جميله جدا جدا جدا. انا شايفين كده لازم تعملي اكله تكلفيها للغلابه وتعملها احسن من اللي بتعملها ليكي كمان. اهتم شويه عشان ايه دول غلابه. انا وابني مشتركين في الاكله دي، ابني ربنا يخليه ويحميه ويفتح له ابواب الرزق هو واخواته يا رب، ويبارك فيهم وفي عمرهم. مشترك معايا فيها الاكله دي. قلت له اعملها انا، قال لي لا هدفع معاك النص. يا ابني لا لا هدفع معاك النص يا امي، وساعدك فيها كمان ووديها الجامع. الناس اللي بتطلع تصلي في غلابه. دعوتين حلوين منهم بالدنيا وما فيها، ولا تسوى كنوز الدنيا حتى. يقعدونا حجاب، الدعاء ده حلو قوي في رمضان. انا ما كنتش بطلع، هي دي تاني سنه بطلع فيها، دي تاني سنه بطلع فيها يا حبيب قلبي. وباذن الله لو خلتني الدنيا ان شاء الله، ربنا ان شاء الله ما يقطعش منه ولا منهم. هو ده من عند الله مش من عندي الحاجات دي، والله يا ربي من عند الله.